اكتشفوا ان احنا اصلا من اكتر الحاجات اللي بنحكم بيها على الناس هي ابتسامتها. اهم حاجه في التجميل الخبره. اللسه دي برواز الابتسامه. فكره انها مش باين انها معموله، هي دي فكره التجميل الحقيقي. بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع ان نقول عليها كارثيه. لا ادعي ان ده شغل واحد، ما ينفعش، شغل مؤسسه. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك. اهلا بكم. علم تجميل الاسنان يا جماعه مش علم سهل، وان كان في ناس كتير اتصرفت في الفتره الاخيره على انه علم سهل، ناس كتير اقصد بيهم ناس مش متخصصين، ناس قال لك اوكي انا يعني هو التجميل ده هي كيمياء. دي على فكره بقت يعني جمله تاريخيه في عصرنا الحديث، اي حد مش متخصص في حاجه يقول لك ماشي هنالف كده نتفرج عليها فيديو نتعلم شويه نروح ناخد فيها محاضرتين مش عارف ايه. مفيش خبره، مفيش وقت طويل، مفيش حياه سنين انا اقدر اقدمها مقابل جايزه اسمها ان انا بقى عندي هذه الاكسبيرينس وهذه القدرات وهذه الخبره اللي تمكنني ان انا اقول ان انا بعرف اعمل تجميل اسنان. تجميل الاسنان ليه اتظلم؟ ليه في ناس بتتهور وبعدين تظهر او تظهر بابتسامه بعد ما راحت عملت تجميل اسنان؟ الابتسامه دي تدي انطباع لكل اللي حواليهم ان لو هو ده التجميل انا مش عايز اعمله. لو كده انت كده مجمل اسنانك، لا 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 مش هروح مش هاجي. اللي يبقى اذا تجميل الاسنان ده قضيه خاسره. اذا كان انت كنجم او حد مشهور لما رحت عملت تجميل لاسنانك طلع بالشكل ده، القضيه صوت وصور. عندنا هنا في الناس الحلوه، واعتقد انه ضيفي يستطيع ان يجاوب او يشرح لنا هذه الصوره بصوت جهوري جدا. جهوري لان انا هطلب منه مواجهه المجرم باجرامي والاسود بسواده والوهم باوهامي. امتى يكون هذا الوهم موجود؟ اكيد هيبان في حوارنا اليوم مع ضيفي العزيز. هو اول من تحدث عن تجميل الاسنان هنا يعني في مؤسسه الدكتور والناس الحلو، اول من تحدث عن تفاصيل دقيقه في توصيفات الاشياء زي القشره التجميليه وتجميل الاسنان، ضيفي العزيز استاذ الدكتور نور الدين مصطفى. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. التهور بيعور؟ طبعا بيعور. وفي مثل عندنا في المناطق الشعبيه بيقول التعوير في الوش ما فيهوش معلش، والتعوير في السنان ما فيهوش معلش. ما هو السنان فين؟ في الوش. ده دي في السنان في الوش. السنان اول حاجه بتبان منك لما بتيجي تضحك، اول انطباع بيتاخد عنك هي اسنانك. اول حاجه، اول ابتسامه، اول ما بتبتسم بيبدا اول حاجه تبان اسنان. الاسنان دي لو شكلها حلو بتبدا تاخد انطباعات كويسه عند الناس، شكلها مش كويس بتبدا تاخد انطباعات نيجاتيف او سيئه من الناس. وده كلام علمي، ده مش كلام بنقوله يعني في قاعده، لا. في الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان عملت سيرفي او عملت زي استطلاع، اكتشفوا ان احنا اصلا من اكتر الحاجات اللي بنحكم بيها على الناس هي ابتسامتها. حتى في مجال العمل لو انت بتعمل اختبار لواحد هتلاقي ان وانت بتحكم عليه تلاقي ابتسامته بتفرق معاك. لو عندك ناس عندها نفس الكواليفيكيشن تبدا تحكم عليه من المظهر وتختار احسن واحد، يعني هم مع نفس الكواليفيكيشن بتبدا تختار اقربهم انت حسيت ان هو مناسب. مناسب ازاي؟ عقلك الباطن بياخد انطباعات من حاجات معينه، صحته، شكله، نظافته. الاسنان مهمه جدا 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 في الحكم على الناس. عنوان الحلقه اليوم الصراحه المطلقه والمواجهه الجريئه جدا لكل خاطئ وكل مجرم وكل اسود. انت عارفني. انا عارف. جاهز؟ جاهز جدا. ابيض واسود ورمادي. ابيض اسود أم رمادي؟ المشاهير
هم من جذبوا النجوم، هم من جذبوا الناس إلى تجميل الأسنان. ولكن نقف أمام كلمة ولكن كثيرا جدا. بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع أن نقول عليها كارثية. أبيض أسود أم رمادي؟ أبيض. إيه اللي حصل؟ حقيقي الأول إحنا هنقول كلمة هوليوود سمايل أو اللي هي من تجميل الأسنان هو نصب ليه الهوليوود؟ لأن معظم نجوم هوليوود السينما الأمريكية كانوا بيعملوا تجميل أسنان. تمام؟ طيب حضرتك لو بصيت على واحد زي توم كروز عامل أسنانه، أنا هفترض إن هو يعني أنت بتتفرج على الأفلام بتاعته، عمرك عرفت ان هو عامل اسنانه؟ لا. تتخيل ان هو عامل اسنانه؟ لا. انا جبت لكم قبل كده صور زمان شكل اسنان توم كروز الحقيقيه زمان كانت عامله ازاي وبعد التجميل. هلاحظ حاجه، الدكتور العظيم اللي عمل التجميل ما قررش ان هو يعمل له حاجه مش طبيعيه. ليه؟ لان هو بيتعامل طبقا لمعايير تجميليه سليمه. عمل سمايل اناليسيز، عمل سمايل ديزاين، الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها طول عمرنا، وعمل له حاجه مناسبه، حاجه مناسبه يبقى اسنانه شكلها حلو، لكن ما تبقاش قد، ما بصش عليها اعرفها. هات كل الافلام بتاعت توم كروز هتلاقيه اسنانه شكلها عادي جدا وشكلها جميل، بس مش باين انها معموله. فكره انها مش باين انها معموله هي دي فكره التجميل الحقيقيه. فكره التجميل الحقيقيه ان حضرتك اسنانك تبقى هوموجينس معاك، تبقى متناغمه ومتناسقه مع شكلك، مش ان انا شايف اسنان وراها بني ادم. وده اللي بدانا حلوه دي. حلو خلاص بقى. لا لا بيتخ... يعني في سليمتيو على التعبير ده تعبير يكتب في الكتب طبعا، تعبير انه اخطر ما يمكن في تجميل اسنان انت تصنع في الاخر حاجه اسمها اسنان وخلفها بني ادم انسان. انت بقيت خلفيه، انت حضرتك كبني ادم بقيت خلفيه. المفروض الابتسامه السليمه تبقى خلفيه ليك، يعني انا بكلم حضرتك باصص في عينيك ابتسامتك خلفيه مش واخد عيني. عشان يفضل في اي كونتاكت، يفضل في اتصال بين عيني وعينك واحنا بنتكلم، وده الطبيعي بين البني ادمين. تواصل بين البني ادمين حضرتك لو احنا ما بنتكلمش، لو احنا بنتكلم مع بعض ومفيش تواصل بعينينا، لو انت مغمض عينك ممكن تفهم كلامي غلط عشان تبقى فاهم. لازم يبقى في تواصل في العين، لان العين بتدي انطباع. نفس الكلمه اللي انا بقولها لك بحركه بعيني او بجتشر معين بجسمي وبانطباع بعينيا بتديك انطباع ان الكلمه دي معناها كويس، ونفس الكلمه بتعبيرات تانية تديك ان الكلمه دي معناها مش كويس، هي نفس الكلمه. فالتواصل بالعين مهم جدا. طيب لما انا اقطع التواصل بالعين ده تتواصل بالعين. تتواصل بالعين في حدث رياضي مشهور، يعني حد يعني مدرب كبير عمل خلى مصر كلها تتكلم على نظره عين. تواصل سيء. يعني نظره عين بالظبط تفرق، بحرفنه تفرق دي زي ولا كانها جون بيتحط بالرجل بالظبط تفرق جدا. فبالتالي اي حد بيعمل تجميل اسنان في العالم وقرر ان هو يشيل من البني ادم الهيومن بينج بتاعه او الخصائص بتاعه البني ادمين، يبقى هو انا عمل كارثه. وده اللي بدا يحصل. انا يعني حد يعني في من فتره كان في نجم معين كنا في مكان ما فاسنانه ما كانتش معموله، فبيقول لي ايه رايك فقلت له لا انت هتحتاج تعمل، بس لو هتحتاج تعمل، وهنا النقطه اللي عملت المشكله، قلت له لو انت محتاج تعمل في اجراءات معينه لازم تتعمل علشان توصل من الشكل ده للشكل السليم. الاجراءات دي فيها نحت بطريقه معينه، فيها شغل وديزاين وحاجات كده. سمع كلام حد تاني، لا 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 تعالى النهارده وهخلصك النهارده وهتمشي النهارده مبسوط، وراح عمل سنانه النهارده. هتشوفه في رمضان حلقات اسنان حصان، ابتسامه حصان. ايه يعني؟ انت كان عندك سن بروز خفيف في الاسنان، تركب عليهم من غير ما تشيل الكميه الكافيه بقى عندك بروز اكتر. تختار لون غير مناسب لبياض عينيك ولبشرتك يديك بروتروجين اكتر. اذا فانت عشان خاطر ما سمعتش الكلام الطبي المتخصص حصلت على نتيجه زي ما انت حكيت ايه كارثيه. المشكله بقى في ايه؟ المشكله ان المفروض زي ما قلنا هوليوود سمايل بره النجوم بيعملوها ما بيتعرفش ان هم عاملينها لانها معموله صح. هنا بقى عندنا موضه بقى وحشه قوي، اي حد بيعمل من النجوم يبان بقى، يبان ان هو عامل وشكله مش طبيعي وشكله مش مظبوط. بدا يدي انطباع للناس عن ايه؟ ان التجميل ده حاجه مش كويسه. انا بص ده كان سؤال ودي كانت اجابه، هننقل المتهم. خلصنا الحلقه خلصنا الحلقه. المتهم والجاني والبريء. جاني متهم أم بريء؟ من ينشر التلوث البصري من خلال
لتشيك للتيس. تمام. ده لا ده نفس ال جاني. ده مش جاني بس ده يتعدم ان شاء الله. هرجع بقى للجزء بقى المهم عشان نتكلم في الجزء ده. هنعرض صور شكل الاسنان الطبيعيه وتعاملها مع الاضاءه. ليه؟ عشان نفهم الناس ان الاسنان دي شيء مش مصمت. وان عينينا مدربه كويس جدا انها تشوف السنه الطبيعيه وتقرر ان كانت طبيعيه ولا مش طبيعيه. طيب احنا ربنا خالق الاسنان عندنا رقم واحد في الاضاءه. بص حك ركز هتلاقي السنه مش مصمته، السنه دي طبقات. تمام. في طبقه شفافه بتبان قوي في حرف السنه دي، طبعا بعد تعرضها لاضاءه معينه. يعني بنبدا نعرض السنه لاضاءه معينه هتشوف حرف السنه، شايف الهالو شيب اللي حوالين السنه، هتلاقي جزء شفاف وجواه طبقه الدنتين وجواها لون ريتش اكتر. ده الشكل الطبيعي للسنان. هنا برضو جايبين برضو شكل الاسنان تحت الاضاءه، شايف حروف السنه عامله ازاي، شايف فيها جزء شفاف ازاي، شكلها حي، سنه شكلها حي. تمام. طول ما انا بعمل اسنان في التجميل ما فيهاش الكلام ده يبقى انا ببعد عن الواقع وبعمل تشيك ليستيس وبعمل حاجات كتير. دي اسنان معموله. تمام. مش معنى ان انا بعمل اسنان بيضة يبقى احرمها من التفاصيل. انت ممكن يكون بدا عينك يناسب ان انا اعمل لك اللون ده يبقى اعمل لك اللون الابيض ده. بس هيك راح ركز جدا في شكل الاسنان، هتلاقي شكل السنه فيه التعريجه اللي ربنا خالقها. السنه اللي ربنا خالقها فيها اسمها جروف ولوب، تحس ان فيها حرف جوه السنه زي شرخ خفيف كده، لازم تعمله. لو ما عملتوش وما عملتش الانسايز الايدج او الحرف بتاع السنه في سنه ترانسليوسنت او سنه شفافيه، يبقى انت بتقول للعين انا عامل سنان. بص حضرتك هنا شكل السنه الحرف بتاعها رفيع جدا، وده كان الدعاء. يجي حد يقول لك ايه، انا رحت عملت فينير بقى عندي ضب. هي دي حضرتك عندها ضب؟ دي سنانها هي جوه شفايفها، يبقى ما عندهاش ضب. يبقى حضرتك اخترت دكتور غلط واخترت تكنيك غلط عشان يشتغل لك بيه. رحت قلت له انا عايز اعمل فينير، علاجيه غلط، وانت ما ينفعكش تعمل فينير. او رحت قلت له انا عايز اعمل دي الخطه العلاجيه الغلط بالظبط، القرار نفسه الاناليسز اللي احنا قعدنا نحكي فيه سنين ما بتعملوش ليه يا دكتور؟ القرار غلط. ما هو ليه قرار غلط؟ عشان حد اللي اتخذ القرار نفسه ليه؟ عشان ما عملش تحليل ابتسامه زي ما قلنا، عشان ما قراش ايه هم ال21 كرايتيريا او ال21 خاصيه للسمايل الاساسيه السليمه اللي ينفع نشتغل عليها. فاهم قصدي؟ فبالتالي هيطلع قرار غلط. حضرتك ما عندكش معلومات كافيه، يبقى بالتالي هتدي قرارات غير مناسبه. اروح انت كل سؤال بفقره، معلش ما شاء الله. طب تعال نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ انا هكون صريح معك في السؤال الاول ده. لما انتوا بدات تتكلم عن تجميل الاسنان، بدات تستجلب او تجلب تكنولوجيا عاليه جدا زي السيريك وزي الكومبيم، بدات تصدر فكره واحنا بنتكلم، وعجبتني اول فكره وانا كنت معاك فيها قوي، فكره اليوم الواحد، فكره الفوري. هتيجي سيرك هقطع هخلص لك هتروح بسنانك حلو. بس ده في ناس قلدته وطلعت كوارث طبعا، وفي حالات تانية قالت لك لا، طب ما انا رحت وجيت لك وانت قلت لي ما ينفعش في يوم واحد بالظبط، ده لازم هتقعدوا معايا اسبوعين بالظبط. فهنا ايه، فين الوهم وفين الشك وفين اليقين؟ ده سؤال كلاسيكي. طيب. بعيدا على الاختيارات كمان. طيب ايه يعني، اديني صياغه عشان اقول لك ايه اللي وهم فيها. يعني هل ينفع نعمل فوري؟ لا، ده يقين نقدر نعمل فوري ونقدر نعمل تجميل في يوم واحد، ده يقين. كل الحالات مش كل، ما انا هسترسل. تمام. امتى ينفع حاله تيجي تعمل تجميل اسنان وتمشي في نفس اليوم؟ هقول لك الحاجات اللي ينفع نعمل فيها كده. رقم واحد، تكون الحاله ما عندهاش اي مشاكل في اللثه، صفر، ولا حتى التهاب، ولا حتى محتاجه تشيل جير. يعني هتشيل جير يبقى ما ينفعش اشتغل لها النهارده. ادي واحد، يبقى اللثه تكون ايه، سليمه 100%. الاسنان تكون مرصوصه رصه طبيعيه ومنتظمه. يعني ما تجيبليش واحد سنانه راكبه على بعض وتقولي نعملها النهارده، وهقول لك ليه ما ينفعش. تمام. واحد عنده سبيس زياده قوي او كبير قوي، ده برده ما ينفعش
يتعمل في نفس اليوم. يعني معنى كده ان انا عايز اقول لك ان انا لو هعمل تجميل فوري في يوم واحد هي الحاله واحده، سنان منتظمه لسه كويسه جدا، لكن هو عايز يغير اللون بس. فبالتالي هعمل له قشره تجميليه فائقه الرقه، تمام؟ فده هيجي هنحضر 3/10 من الملي، هيتصور بالسلك وهتيجي القشره التجميليه فائقه الرقه دي تتلزق، لان مفيش اي اجراء تاني هعمله. طيب ممكن بقى نوقف على الصوره دي وبعديها الصوره اللي بعدين. الصوره دي حلوه قوي. الصورة دي مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن الصورة دي مش تجميل قبل وبعد، دي تجميل بعد وتجميل بعد. يعني إيه؟ يعني الكيس دي أصلا معمول، يعني اللي تحت ده تجميل. ده تجميل معمول في مركز يدعي إن هو مركز تجميل. زي ما إحنا شايفين، فين التفاصيل؟ فين شكل الأسنان؟ فين أي حاجة تدل إن دي أسنان معمولة بتقنية أو بديزاين او فيها راعه اي واحد من ال21 كرايتيريا اللي احنا اتكلمنا فيهم في التجميل. ليه كده؟ احنا مكبرين الصوره. شوف ان القشره التجميليه مش سمك واحد، عشان كده في اجزاء مشفوفه من السنه اللي تحتيها واجزاء لا. القشره التجميليه مش معموله جلس صح، القشره التجميليه غير واضحه المعالم، القشره التجميليه متسببه في تجمع لبواقي الاكل حوالين اللثه فعامله التهابات، تمام؟ كل ده اتشال، اتعمل خطة علاجية، الأول لعلاج اللثة، بعديها لإزالة القشرة التجميلية اللي معمولة، تحضير الأسنان بشكل مناسب. وبرضو بشكر الفريق، الأساتذة اللي في الفريق الطبي بتاعنا، لأن فريق طبي فيه أستاذ دكتور علاج لثة، أستاذ دكتور تركيبات، أستاذ دكتور علاج عصب، كل التخصصات فيها أساتذة عشان اقدر اوصل اتنقل من ديل دي. لا ادعي ان ده شغل واحد، ما ينفعش، شغل مؤسسه. المؤسسه دي هي اللي تقدر تطلع الشغل ده. الشغل ده معمول اهو، ادي شكل بنقول دكتور عمل الكلام ده، وده الشكل اللي لما تشتغل عند مؤسسه تطلع لك الشغل بالمنظر. قبل ما امشي، ايه الحاجه اللي تخليك تتحول الى الرجل الاخضر؟ قول لي حاجه واحده في سطر واحد. عارف الرجل الاخضر؟ شكله ستيس. دي بتحولك، بتجنني. بتجنني، اللي بحس ان تعب السنين اللي احنا تعبناه السنين اللي فاتت دي عشان نعرف الناس اهميه التجميل. في اتنين بيعملوا الجريمه دي، اللي بيعمل التجميل والدكتور اللي بينفذه بيشوهوا علم وفن تجميل الاسنان. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، خليكم دايما مع الناس الحلوه. النهارده لقاء مهم جدا في عالم الضعف الجنسي، في عالم السكسولوجي، عالم المهم جدا. من سن 36-35 الرجاله بيركبوا دعامات. الحاجات العضويه طبعا في حاجات جنرال وفي حاجات لوكال. يعني ايه جنرال؟ حاجات عامه في الجسم، زي السكر. وما ادراك ما السكر؟ من اكثر الحاجات التي تؤثر على الحالات الجنسيه عند الرجال هو السكر. الست اللي بتدفع الزوج ان هو يروح يتعالج، مفيش حاجه في الدنيا زي خلقة الله. يعني خلق الله مفيش حاجة زيها.